بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله وصفة سريعة في الكيس الحراري في الفرن. عندنا نص كيلو وراك رومي مخلية من العظم ومتقطعة بالشكل ده، وممكن بدل الرومي استخدام لحمة من اي نوع او استخدام قطع فراخ بالعظم. وعندنا 3 وحدات بطاطس هنقطعها سميكة شوية وهنحطها في مياه علشان ما تسودش معانا. وعندنا في بولة بصلة كبيرة متقطعة باي شكل، ومعاها 4 فصوص توم مفرومين، وهنضيف الملح وفلفل اسود ومعلقة كبيرة زعتر مطحون مع سمسم ومعلقة كبيرة بابريكا، ونقلب كويس. بعد كده هنضيف حوالي 5 معالق كبار زيت ومعلقة كبيرة صلصة طماطم معلبة، ونقلب كويس. بعد كده هنضيف الرومي والبطاطس ونقلب. بعد كده هنحط الخليط في كيس حراري وهنقص طرف الكيس، وهنحط الكيس في صينية وهنسخن الفرن على درجة حرارة ما تزيدش عن 200، وهندخل الصينية على الرف الأوسط. وخلاص كده استوت معانا وبتاخد معانا في الفرن حوالي ساعة. بعد كده هنفتح الكيس ونخلي بالنا واحنا بنفتحه علشان البخار ما يطلعش على ايدينا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم.